نروح البحرين ونتعرف على مشاهد من عملية تصويت المصريين في السفارات والقنصليات. معنا الدكتور رامي لبيب، ممثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالبحرين. دكتور رامي، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. حابين نعرف تفاصيل أكتر. اليوم الأول امبارح أهم المشاهدات، النهاردة بنبدأ وقائع اليوم الثاني من الانتخابات وتصويت المصريين بالخارج. أبرز مشاهدات حضرتك خلال أمس والبدايات والاستعدادات النهاردة. احنا الحمد لله بدءا من بدء التصويت في التسعة صباحا، وانا شاهد مشاهد جميلة جدا من كثافة في التصويت، الجميع مهتم بالتصويت. حضرتك لو بتتابع الصور الموجودة هنا او اللي بنبعتها من مملكة البحرين من امام السفارة المصرية، طاغي على المشهد السيدات بكثافة كبيرة جدا، السيدات والاطفال وبالاعلام المصرية مهتمين جدا ان بالمشاركة الانتخابية ومهتمين جدا باختيار رئيس مصر القادم. طبعا ده انعكس علينا ان هو اهتمام القيادة السياسية خلال العشر سنين اللي فاتت بالمرأة. النهارده النتائج موجوده على ارض الواقع، المراه المصريه موجوده بكثافه تستحب اطفالها يزينون جميع اللجان الانتخابيه عندي في البحرين وفي جميع الدول الخليج وفي جميع دول العالم. طغى مشهد المراه المصريه في التصويت. اكيد. طيب، حاله من الوعي احنا شايفينها موجوده عند المصريين المقيمين في الخارج بصفه عامه وفي البحرين زي ما احنا شايفين، حرص المصريين على التواجد زي ما حضرتك بتقول، المراه المصريه جايه وجايبه معاها اولادها وحريصه انها تبقى موجوده امام صناديق الاقتراع. لو تكلمنا عن المشهد بصفه عامه. والله يا فندم حضرتك احنا يعني انا نفسي متفاجئ بنسبه الاقبال، يعني كان رغم دعوات التشكيك ودعوات المقاطعه اللي قادها اهل الشر، الا ان المصري في الخارج عموما عنده وعي وعنده ادراك بخطوره المرحله وما يلحق لمصر من مؤامرات. النهارده الحمد لله احنا كحمله متطوعه موجودين في مملكه البحرين ما عندناش اي مشكله خالص في الحشد كويس جدا، المصريين متعاونين، في ناس كتيره جدا متطوعه، ناس احنا ما نعرفهاش بتتصل بتقول والله احنا حابين نكون موجودين معاكم، لو لينا دور، لو حضرتكم محتاجيننا في اي حاجه احنا موجودين. انا متفاجئ جدا ان معظم الناس جايبه سياراتها الخاصه وبدأ ان هي بروح من الوعي والادراك وحب الوطن بيحشدوا وبيجيبوا اصدقائهم وبيجيبوا اسرهم وبيجوا بيحتشدوا امام اللجان. ونسبة التصويت الحمد لله جميلة جدا ومبشرة في مملكة البحرين. بيجي لنا برضه يا فندم أعداد كبيرة جدا من المنطقة الشرقية بالخبر والدمام نظرا لقرب المسافة بين مملكة البحرين والسعودية. احنا يا فندم عملنا برضه متطوعين من عندنا من اللجنة بتنقل بالمجان ضيوف المملكة من الخبر والدمام من خلال جسر الملك فهد. وبترجعهم تاني للجسر. طيب دكتور رامي، امبارح كان الجمعه، احنا طبعا ملاحظين ومتابعين من خلال التغطيه انه في كثافه للتصويت بشكل كبير جدا في دول الخليج وطبعا في مقدمتها المملكه العربيه السعوديه. امبارح كان عطله جمعه والنهارده كمان، توقعاتك لسير اليوم الثاني والثالث، يعني هل هنزيد نسبه الاقبال بشكل كبير خلال الساعات اللي جايه؟ أنا مطمن، يعني أنا شايف حضرتك في بدء مع بدء الانتخاب النهارده ثاني يوم الساعة 9 كان في تجمعات موجودة أمام السفارة عندها حفظ على التصويت، والآن اللجنة فتحت وبيأدوا بصوتهم، نسبة الكثافة عالية جدا موجودين، وإحنا يعني مش قلقانين. إمبارح إحنا اشتغلنا شغل كويس جدا وبدأ عملية الوفود بعد صلاة الجمعة. النهاردة عطلة في الخليج وفي مملكة البحرين، متفاجئين بالأعداد اللي موجودة وما عندناش أي قلق خالص 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 بالنسبة للمشاركة، لأن حضرتك لو متابع الفيديوهات والصور في حرص على المشاركة وفي حرص على اختيار رئيس مصر. طبعا احنا شايفين كتير من المبادرات التوعوية اللي تم اطلاقها على مدار الفترة اللي فاتت في مختلف الاماكن، يا ترى ايه المبادرات اللي احنا متواصلين يا فندم؟ اتفضل. متواصلين يا فندم مع الجميع وعاملين جروبات واتساب وبنكتب على السوشيال ميديا ابرز التعليمات اللي بتجي لنا من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبنكتب ايه المطلوب، بحيث ان هو يبقى الناخب اللي جاي ينتخب عنده الاوراق او عنده جواز سفره وعنده بطاقه شخصيه ان امكن، بحيث يكون صوته يضمن ان صوته يكون وصل بالطريقه الصحيحه. ممتاز. طيب الجميع كمان اتفضل. مجموعه من السيدات المتطوعات عاملين جروبات سيدات فقط، بيحشدوا للسيدات فقط في مملكة البحرين، لو ناس بيحشدوا الناس كبار السن وبيحشدوا السيدات اللي هم ما عندهمش سيارات. فإحنا عندنا حملة كبيرة جدا متطوعين، يعني أنا الحملة الانتخابية عندي في مملكة البحرين أكثر من ثلثها سيدات ومتطوعات من النساء. أكيد. تمام. حضرتك دكتور رامي، مرة تانية عايزين نتكلم على المشهد اللي موجود في الخارج وانعكاسه على الداخل. يعني احنا مهم جدا واحنا بنستعد بقى في الداخل كمصريين للتصويت ان شاء الله يوم 10 ديسمبر وبدء انطلاق العملية الانتخابية في الداخل، عينينا عليكم، عينينا على المصريين بالخارج، فانتوا بتقدموا مشهد مهم جدا لينا كمصريين. أهمية هذا المشهد برأيك والتصويت نفسه كرسالة شايفها ازاي؟ حضرتك بلا شك ان المصري في الخارج هو يعني زي ما بنقول صافره البدايه، يعني المشهد زي ما حضرتك شايف وزي ما كل القنوات بتنقل، المشهد مطمن جدا في كثافه تصويتيه في معظم الدول، ومملكه البحرين خاصه لها طبيعه خاصه نظرا لقرب المسافات، وان المجتمع في مملكه البحرين مجتمع اسري ومجتمع مترابط، فمعظم الصور هتلاقي ان هي بتبقى الاسر كامله راح تنتخب او راح تصوت في مقر السفاره بمملكه البحرين. الى جانب ان احنا بيجي لنا اعداد كبيره جدا من المملكه العربيه السعوديه. طيب. انعكاس المشهد بلا شك ان المصري في الداخل نظرا لما تحقق على ارض الواقع من انجازات ومن مشروعات حياه كريمه والنهضه اللي موجوده حاليا، ان احنا متفائلين ان شاء الله لاستكمال الطريق. انا شايف باذن الله ان لا خوف خالص ان شاء الله لاي شيء، وان شاء الله الانتخابات هتكون مفاجاه للجميع رغم كميه الاحباط اللي كانت قبل. لا هو مفيش احباط، رغم ان انا بقول ان انا الصوره صحيح. من ارض الواقع في صوره في من ارض الواقع اللي موجوده حاليا اللي انا شايفها قدامي من امام. طبعا مفيش احباط، في تصميم وفي مشاركه ايجابيه ومشاركه فعاله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي لبيب على كل المعلومات اللي اتحتها لينا، ممثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج بمملكه البحرين. صباح الخير على حضرتك.